كمل الحصة الرابعة معانا في الفورنسيك. تمام، العمل بتاع الفورنسيك هنبدأ بالفاير ارم انجريز في الحصة الرابعة معانا. الفاير ارم انجريز الكومنت ثابت 5 حاجات. أول حاجة هتبص على البوليتس اللي عندك أو الكارتريدج اللي هو العيار الناري أو الطلقة اللي معاك دي. أول حاجة هتشوف الكارتريدج كان امتي ولا ليفد. ليفد يعني ايه؟ ذخيره حيه، يعني لسه الرصاصه كامله زي ما هي. ليفد كارتليج او فيلد كارتليج. امتي كارتليج يعني الرصاصه دي اما اتضربت او حصل لها مانوال ايفاكويشن، انا فضيتها بنفسي ما ضربتهاش زي الرصاصه اللي قدامي دي. دي رصاصه فاضيه امتي كارتليج، عندي بس الفارغ بتاع الرصاصه ونون فاير، لان البركاشن كان عندي هنا ما فيش المارك بتاعت الفايرنج نيدل. تمام، طيب الكومنت لازم يكون عندي 5 حاجات يا شباب. انا ببص، خلينا نبدا باول كده علشان نسال على نفسنا الموضوع. ببص على الرصاصه اللي عندي، تمام، او الكارتريدج اللي عندي. اول حاجه ببص اشوفه ليفد او فيلد كارتريدج ولا امتي. انا عندي امتي كارتريدج. ثاني حاجه ببص عليها، ابص على القاعده بتاعت الكارتريدج، ابص على البركشن كده بشوف فيه فايرنج ولا نون فايرنج. هبص على النيدل مارك، لقيت العلامه بتاعت النيدل هيقول فايرد كارتليج، ما لقيتهاش اقول نون فايرد. دي تاني حاجه هبص على الطول، لقيتها الرصاصه دي مصنوعه من النحاس او المعادن مثلا زي اللي قدامنا كده وطويله، هقول انها لونج ويبون، واللي مصنوع من النحاس او المعدن بيكون بتاع الرايفلد ويبون. تمام، الرايفلد ويبون. تمام، طيب النون رايفلد ويبون اللي هي السبورتنج جان على اختلاف انواعها، اللي هي السبورتنج جان كلهم بيكونوا لونج نون اوتوماتيك نون رايفل دوبن. يبقى هيريحني الكومنت بتاع الرصاصه بتاعت النون رايفل دوبن، لان الكومنت بتاعها ثابت. انما الاسلحه اللي هي الرايفل دوبن، الاسلحه اللي هي الناري، لازم تكون عارف المقدمه بتاعت النظري في الجزء ده. تمام، ان الاسلحه بتقسم عندي رايفل دوبن ونون رايفل دوبن. الرايفل دوبن اللي هي اسلحه الجيش واسلحه الشرطه، الاسلحه الحديثه اللي هي الاوتوماتيك او سيمي اوتوماتيك، او السلاح بتاع زمان اللي هو الريفولفر اللي شبه مسدس الحبشي اللي بتاع البقره ده. الاولد ريفولفر ده كان نون اوتوماتيك بس رايفل دوبن. فيلد يعني المظهر او الماسوره بتاعت السلاح فيها دوائر كده عشان تعمل لي تخلي سويلينج او الرصاصه وهي ماشيه في الجو تاخد الحركه عشان تتغلب على قوه الجاذبيه ومقاومه الرياح، فتوصل سرعتها تكون اكبر والباور بتاع الانتجريشن بتاعها يكون اعلى. تمام، بس انا هتكلم على عملي وعايز اعرفك هتقول كومنت ازاي. انا ببص على الرصاصه نفسها، هشوف انها اول حاجه زي ما قلت لك امتي ولا نون امتي. تمام، ثاني حاجه هبص على البركاشن كده اشوفه فايرد ولا نون فايرد. ببص على فوق البركاشن لقيت هنا في جروف، الجروف ده اللي بيمسكه الماسك بتاع السلاح عشان يرميه، لان الاسلحه الاوتوماتيك بتضرب ويفرغ لوحده، غير الاسلحه اللي هي نون اوتوماتيك زي اسلحه بنادق الصيد لازم بعد ما يضرب الرصاصات يفكها ويفرغها وبعد كده يعبيها هو. تمام، انما الاسلحه الاوتوماتيك هي بتعبي الموازين الخزنه لوحدها، وبيحصل بعد ما تضرب الفارغ بتاع الرصاصه بيقع من السلاح لوحده عشان في جروف هنا الماسك بيمسكه يرمي الطلقه لبره. تمام، فلو لقيت جروف هقول ان هي اوتوماتيك. تمام، يبقى انا كده خلصت 3 حاجات من الكومنت، ان دي امتي كارتليج، نون فايرد، اوتوماتيك، هي طويله هقول لونج ويبون، والحاجات المعدن هتكون رايفل دول. تمام، ده عشان تفهم هدول كومنت ازاي. انت لو مذاكر الدرس ده معانا كويس في النظري هيريحك في العمل جدا، فانت هتقول كومنت كامل امتي كارتليج نون فايرد اوتوماتيك لونج رايفل وورد. تمام، هنا جايب لي برضو امتي كارتليج. تمام، بس الفرق هنا كانت فاير. بص المارك بتاعت الفايرنج نيدل موجود على البركاشن كاب، والديبريشن ده بتاع النيدل. تمام، هقول الكومنت برضو عندي امتي كارتليج فايرد اوتوماتيك بتاعت شورت اوتوماتيك روبن اللي هي سوني اوتوماتيك بيستول اللي هو المسدس مصنوع من النحاس برضو، وعندي رايفل ويبون. تمام، دي بقى ايه ليفد كارتليج او فيلد كارتليج، يعني كارتليج الطبقه والعيار الناري معايا لسه كامل. تمام، يبقى هو كامل ونون فايرد واوتوماتيك وبتاع رايفل دوبن وبتاع لونج رايفل دوبن زي اسلحه الجيش. تمام، تاني الكومنت ده عشان الرصاصه دي مهمه هنقول ايه؟ هنقول برضو ليفت كارتليج
بتاع non-fired long automatic weapon long automatic weapon. وهو ايه يا شباب؟ زي ما قلت لك الاسلحه دي كلها رايفل اللي هي رصاصه مصنوعه من المعدن. تالت حاجه معايا برضو عندي هنا empty cartridge، مش هقدر اقول عليه فرد ولا نون فرد عشان انا ما شفتش البيس بتاعه، عشان لو ما نزلش ليك العينه وامتحنت على صور ما تتكلمش في حاجه انت مش شايفها، انت بتقول اللي قدامك مالكش دعوه كنت كامل انت هتقول اللي قدامك، لان الحاجات مش هتنزل عليها ارقام. انا ايه اللي اعرفك ان دي رقمها كذا موجوده في الاطلس معاك؟ تمام، فانت هتقول لي نفس الكومنت كده اللي دي empty cartridge سيمي اوتوماتيك اوبن اللي هو شورت اوتوماتيك رايفل. تمام، ما نعرفش هي فرد ولا غير فرد. ده البوليتس نفسها، فالبوليتس لها تيد بوينتد، ملهاش بوينتد اند، انما ليها بلانت او برود اند بتاعت الشورت اوبن، انما البوينتد اند بوينتد اند زي كده بتاعت اللونج اوبن. فاللونج اوبن ما عدا الاسلحه الايطاليه، الاسلحه بتاعت الناس الايطاليين كلها بتكون برود سواء كان شورت او اوبن. تمام، سواء كان شورت او لونج، انما الاسلحه بتاعت بقيه العالم الاسلحه الشورت بتكون التيب بتاعتها برود تمام او بلاند، انما الاسلحه اللي بتكون الاند بتاعتها بتكون بوينتي. تمام، فالسلاح اللي معايا هنا او الرصاصه اللي معايا هنا ديت هقول لك فايرد، هقول لها فايرد ليه؟ لان عليها حاجه بقى لو بصينا كويس هنلاقي في حاجه اسمها رايفلنج مارك. رايفلنج مارك السكراتش اللي بتحصل بسبب الرايفل دي ويبن اللي موجود عندي في البارل بتاعت السلاح نفسه. تمام، فانا اقول ده بوليتس فايرد بوليتس عشان عليها لقيت عليها الرايفلنج مارك اوف سيمي اوتوماتيك بيستول. تمام، عشان البيس بتاعتها تيب هقول عرفت منها ان ده شورت اوبن عليها رايفلنج مارك هعرف انها فايرد. تمام، دي بقى البركشن كاب نفسه. البركشن كاب ببص عليه لقيت فيه ديبريشن بتاع الرايفلنج مارك بقول ان ده فايرد، ما لقيتش هقول ان ده نون فايرد. ومن ايه وظيفه البركشن كاب عرفت ان السلاح ده حصله فايرد ولا لا؟ ثانيا البركشن كاب في البوتاسيوم كلورايد وفي الكلاس وفي عندي الميركوري فالمونيت، الحاجات دي كلها بتعمل لي فليم، بتعمل لي شعاع من النار عشان يحرق لي البارود بتاع السلاح، وبالتالي يحصل في فايرنج عندي للبوليتس نفسها. دي برضه بوليت عندي نان فارد بوليت، نان فارد بوليت عشان الرايفلنج مارك مش موجود عندي، بس دي بتاعت اللونج اوبن. ليه لونج اوبن؟ عشان عندي البوينتد انت ومفيش رايفلنج مارك فتكون نان رايفل. تمام، ده بقى بتاع السلاح اللي هو الاولد ريفولفر. عارفين انتوا الاولد ريفولفر اللي قلت لك السلاح اللي على بكره، السلاح اللي بيكون عليه بكره، وهو كان سلاح نان اوتوماتيك رايفل. ليه نان اوتوماتيك؟ عشان اول حاجه الرصاصه ما فيهاش جروف، فاكرين الجروف اللي وريته لك هناك؟ الجروف ده بص بقى معايا هنا مفيش جروف هنا. تمام، وبالتالي ده حاجه نون اوتوماتيك. والحاجه المعدن قلت لك هتكون بتاعت اسلحه رايفل، بس الرصاصه قصيره عشان التيب بتاعتها برود وبوينتد، فهتقول هو شورت وبوينت، فهتقول ليف كارتليج اوف شو نون فايرد. تمام، اوف شورت نون اوتوماتيك رايفل دوبن اللي هو الاولد ريفولفر، السلاح اللي على بكره، لان ده سلاح لازم تعبيه ولازم تفضيه بعد ما تضرب النار منه. تمام، نبص برضو على السلاح دي برضو زي الشريحه اللي عدت من شويه فاير، بس الفرق ان دي فاير عشان في رايفل هتلاقي عليها خربشه بقى لما تبص عليها كويس. والرايفلنج مارك ده حاجتين، يا اما برايمري يا اما سكندري اللي هي المايكروسكوبك رايفلنج مارك، وظيفتها تعرفوها في النظري مش مطالبين بيها، ده بتاعت لانج ويربن علشان هي عندي بوينتد اند. تمام، في السلاح ده امتي كارتريدج فايرد بقى عشان في ديبريشن هنا، امتي كارتريدج بتاع لونج رايفل اوتوماتيك ويبن، ودي فايرد عشان في ديبريشن هنا. انت حفظت الكومنت لو هتفهم معايا عشان يريحك في كل الراي، كل الاسلحه بتاعت العيان كومنتها لازم تغطي خمس حاجات تعرفهم زي ما قلت لك كويس، والفيديوهات متاحه اسمعها مره واثنين عندما توصل العمل.
نبدأ بقى ندخل في البارود اللي هو الباودر، السموكليس باودر بتاعت الأسلحة الرايفل دوبن، الأسلحة الحديثة اللي بتكون أوتوماتيك. السموكليس باودر دي في منه أنواع، في جرانيولار وفي سكيل. جرانيول زي الحبيبات، سكيل زي القشور، في مكروني طيب اللي هي دوائر صغيرة، وفي عندي كوردايت زي الفتيل. فده بص عليها هتلاقيها زي الحبوب ومش لونها اسمر. الفرق يا شباب ما بين الباودر عموما، انا عندي نوعين من الباودر، عندي بلاك باودر وعندي سموكليس باودر. البلاك باودر دي زي انت عارفين الهباب بتاع او السواد بتاع حرق النار، هي الباودر البلاك بيكون كده. بتلاقي اصلا لو بصيت على الانبوبه من بره هتلاقي الكوتن اللي عليها ده لونه اسود، تمام؟ لما تبص على الكوتن اللي هو اساسا الحاجات دي بتجي لك في تيست 2 في الامتحان، بتبص على الاند او القطنه اللي هنا لقيتها الباودر ده مسود القطنه دي، هتقول بلاك باودر. لقيت بقى باقي انواع الباودر الثانيه هتتكلم فيها بقى، هتقول لي ده لو لقيت القطنه لسه كويسه زي ما هي هتقول لي سموكس باودر ايا يكن اللون. وتبص على اللي لقيتها زي الجرانيول حبيبات هتقول لي ده جرانيولار. طيب لقيتها قشور زي كده هتقول لي ده سكيل. طيب لقيتها فتيل اصفر زي كده، وركز بقى عشان دي بتنزل عشان محدش هيتلخبط فيها اكيد، يعني هتقول لي كوردايت. طيب تمام، دي كلها السموكليس باودر اللي بتستخدم في الرايفل دوربن الاوتوماتيك والريسنت ريفولفر، تمام؟ لان كل الاسلحه الرايفل دي زمان كلها كان فيها سموكليس باودر ما عدا الاولد ريفولفر اللي هو على فكره كان بيستخدم فيه بلاك باودر، انما حديثا كلهم بقى فيهم سموكليس باودر، تمام؟ ودي المكروني طيب، المكروني طيب من الباودر اللي عندي. ده البلاك باودر بقى زي ما قلت لك، انت بتبص على نهايه التيوب هنا بتلاقيها مهببه، وهو اساسا بيكون زي البودره السمراء، تمام؟ بودره سمراء مهببه القطنه او مخليه القطنه هنا لونها اسود، فهتلاقي ان دي البلاك باودر مش هتخبط. دي بقى يا شباب الشورس، انتوا عارفين بنادق الرش اللي هم بيصطادوا بقى العصافير والناس اللي انتوا بتعرفوهم الحاجات دي وصحابك عنده، ودي اول بنادق اللي بيستخدموها في التدريب في نوادي الصيد والحاجات دي، او الناس اللي بتطلع تصطاد او غايه الصيد والحاجات دي. بيكون الطلقه فيها شوتس من دي كتير، يعني غلاف الكارتريدج من بره بيكون هنا في كذا شوتس، مثلا 20 30 شوتس من دي. فدي الشوتس بتاعت السبورتنج جان، الشوتس دي بتكون مصنوعه من الرصاص، اما تكون زي ما عندك كده ريجولار سبيريكال ان شيب، او ممكن تكون سكيل زي شظايا من الحديد وكده او الرصاص نفسه. الرصاص بقى او الرصاصه اللي عندك او العير النار اللي هيكون موجود عندك، ومصنوع بقى من الورق الكرتون او مصنوع من اللباد او مصنوع من الصوف او مصنوع من البلاستيك، المهم الغلاف بتاعه مش مصنوع من النحاس ومش نفس الشكل ده، هتقول النون رايفل دوبن، تمام؟ النون رايفل دوبن بقى الكومنت بتاعه سهل جدا. ليه بقى؟ انت داخل اول ما تبص على الرصاص انت عارف ثلاث معلومات، ان ديت ان دي كارتريج بتاع سبورتنج جان بتاع نون رايفل دوبن نون اوتوماتيك لونج دوبن. فالنون رايفل دوبن عندك اهو، نون رايفل دوبن نون اوتوماتيك لونج دوبن، ده ثابت في كل الرصاص اللي طالع من الرصاص بتاع النون رايفل دوبن، تمام؟ فتلاته قلتهم. بتبص انت بقى على حاجتين الثابتين، تشوف الكارتليج امتي ولا ليف كارتليج او فيلد كارتليج. فالكارتليج لسه الودز الاكسترنال وودز قافلها زي ما هي، فهتقول لي ده نون فايرد ليف كارتليج، وتقول لي الثلاثه الثابتين اللي معاك هنا في ديبريشن على البركاشن كده، فهتقول لي فايرد، وديت هيكون امتي كارتليج فايرد، وتقول لي بقى الكومنت من ايه ده، لونج نون اوتوماتيك نون رايفل اوبن مصنوع من البلاستيك برضه. ديت دي بقى مانوال ايفاكويشن، امتي كارتليج بس مفيش ديبريشن على البركشن كده، وبالتالي اللي حصل في الرصاص دي ان هم شالوا الوودز وفضوا الرصاصه وسابوها، ده عشان يخدعوك في الامتحان وتقول فايرد. لو قلت فايرد من غير ما تبص على البركشن كده يبقى انت غلطان، تمام؟ فديت امتي كارتريدج، بصيت على البركشن كاب لقيته لسه زي ما هو مفيش ديبريشن، هتقول زي ما هو. وفي حاجه ثانيه ممكن تنفعك اعلى، ان يجيب لك الرصاصه كامله والبركشن كاب فيه ديبريشن، هتقول لي طب ازاي؟ ده حصل، دي طلقه فاسده مثلا حصل فيها رطوبه وكده، فيجي يضربها ما طلقتش او ما طلعتش من المسدس، يعني طلقه غير صالحه
تمام. يعني هو ضرب، يعني انت هتقول فيلد كارتريج او ليف كارتريج وفاير. ليه؟ لان انت شفت لقيت البركشن كام. انت الحاجات اللي بتقولها في العملي اللي انت شايفها بعينك، تمام، انت شفت ان هي فاير تمام زي الفل، ولقيتها ايه فولد كارتريج، خلاص اكتب اللي انت شايفه الليف كارتريج فاير، تمام، حتى لو كان لسه الرصاصه زي ما هي. ده الوودز بقى اللي ايه، يعني ايه الوودز؟ ده الحشوه، ده الحشوه اللي بتقفل لي او بتفصل عندي ما بين البارود بتاع الرصاصه وما بين الشوتس نفسها من بره، سواء كانت انترنال ما بين البارود ومن الشوتس، او اكسترنال اللي هي قافله من بره. دي الاكسترنال وودز، وفي جوه هنا انترنال وودز فاصله ما بين البارود وما بين الشوتس. الانترنال وودز اللي هنا دي بتعمل تمنع ان لما البارود ده يتحرق ان يتصرف ما بين الشوتس او يدخل ما بين الشوتس، فهي بتعمل كبستول كمكبس. لما الباودر ده يتحرق فيطلع لي ضغط جامد، فهي كمكبس تزق الشوتس لقدام، ودي تمنع ان الشوتس تقع، لان زي ما انت شايف ان الشوتس شويه طلع زي بعضهم مش زي البوليتس دي. فالشوتس تختلف، البوليتس حاجه كتله واحده ثابته، انما الشوتس حاجات اهي، تمام، كذا كذا كره موجوده هنا، تمام، فكذا شوتس موجوده هنا. فوظيفه الاكسترنال وودز ان هي حاجه خارجيه، ان هي تمنع الديسبيرشن ان هم يقعوا لعند ما يتضربوا من السلاح. ده ببساطه ده الانترنال وودز، بتكون سك عريضه، تمام، سك سمكها كبير، انما الاكسترنال وودز بتكون سن، العرض بتاعها صغير، تمام. كده احنا خلصنا الفاير ارم انجريز. الفاير ارم انجريز لازم ينزل منه شريحه او عينه او عينتين، او ينزل لك شريحه على الداتا شو او اتنين من الفاير ارم انجريز. فلازم تركزوا على الفاير ارم انجريز جدا جدا يا شباب، تمام. هندخل برضو في الحاجات او الليجن اللي ريليتد للفاير ارم انجريز. انا عندي هنبدا بقى في السكال ايدنتيفيكيشن والبون ايدنتيفيكيشن والليجن ريليتد للايدنتيفيكيشن بقى بتاع السكال والبون، سواء كان فاير ارم او سواء كان فراكشر في السكال او سواء ايدنتيفيكيشن عادي للبون اللي موجود عندي. كده خلصنا كل العمل ما عدا البوني ايدنتيفيكيشن والليجن اللي ممكن تحصل في البون، ونبدا بالليجن بتاع الفاير ارم انجريز. انا بتكلم على الفاير ارم انجريز زي ما قلت لكم قبل كده، لو السكال جاي لك سليمه ما فيهاش اي مشكله، يبقى هو محتاج منك تخطي الايج، تتعرف على البون اول حاجه، تقول لي سكال، وتخطي الايج، وتخطي السكس، وتخطي الريس. يعني تقول لي الايج ده ميل ولا في ميل، الايج السكس ده ميل ولا في ميل، الايج ده عمر السكال دي كام على حسب السوشيال اللي قفلت، وتقول لي الريس. غالبا احنا بنتكلم في تو ريس، اما كوكيزيان ده معظم سكال ما عدا سكال واحد عندنا في المتحف اللي هي بتاعت نيجرويد، بعرفها من البرزيستنت بتاع الفرانتال سوتشر. ببساطه هنتكلم دلوقتي في العمل. طيب لو بقى السكال اول حاجه اللي جالك فيها ليجن، لازم تركز اول حاجه على الليجن اللي موجود. هو جايبها لك اساسا عشان تقول لي الليجن، انت هتقول ان دي البرايت البول فيها انترنال بيفلينج او بيرفوريشن، ده غالبا هيكون الانلت بتاع الفاير ارم انجريز. فانلت الفاير ارم انجريز موجود في الباراتال بوند اول حاجه تتقال، وبعد كده معاك وقت تقول لي ان ديت ميل اسكال، تمام، او فولت عشان البرايتال ايمينس، تمام. لا البرايتال ايمينس واضح عندي اهو ظاهر، لم يكن ده فرق البرايتال ايمينس ظاهر، هو كاتبها في ميل في البرايتال ايمينس نون بريمننت، لا انما البرايتال ايمينس ظاهر اهو، برايت الايمننس واضح، تمام. والايج بتاعك هتبص هتلاقي كل السيشن الكوروناري والساجيتال افلو، فتقول لي الكورونا بيقفل في 50، هتقول لي يبقى فوق 50 عشان احنا مش شايفين اللامدويد ولا الحاجات اللي ورا. الساجيتال بيقفل عند 30 والكوروناري بيقفل عند 40 واللامدويد بيقفل ورا عند 50، فكل السيشن قفلت، فهتقول لي فوق ال 50 سنه، تمام. ده لو انت عايز تبدأ الكومنت، انت ما تركز اول حاجه واهم حاجه على الليجن الموجود قدام عينك اول حاجه، ثم بعد ذلك تكتب الباقي الكومنت، تمام. الباقي الكومنت ايه؟ ان انت هتقول لي ده السكال، عرفت البون، عرفت السكس بتاعها، تمام، عرفت الايج، عرفت الريس، هتقول كوكيزيان، تمام. دي برضو الليجن اللي واضح قدامي ان عندي في فراكشر في السكال، تمام. ايه الفراكشر ده؟ نوعه ايه؟ تقول لي فيشر فراكشر موجود عندي في البرايتال بون، واضح اهو الفراكشر واضح كويس جدا يعني. كمان عاوز تكمل باقي الكومنت، هتقول لي ان ده الريزا غالبا كوكيزن عشان السوتشر بتاع الفرونتال مش موجود، والخصائص بتاعه السكال بتاعه النيجرويد مش موجوده، تمام، فهتقول لي كوكيزن ده الريز. السكس ده غالبا هتكون ميل عشان الايمننس هتكون واضحه عندي. الايج بتاعي
الكورونر لسه ما قفلش، هو مش واضح قوي، انما السجل قفل فهو فوق 30، والكورونر احنا مش شايفينه، فما بنلاقيش من 30 ل 40 سنه، عشان السجل السوشيال قفل فهيكون فوق 30 سنه. تمام، بس اهم حاجه الليجن اللي انت شايفه قدام عينك دي بقى اسقال واضحه جدا وكويسه خالص خالص خالص. تمام، اول حاجه يا شباب ابص على الليجن اللي موجود عندي هنا في في التمبرال بون، عندي ديبريسد فراكشر وطالع منه بريشر فراكشر، فلما يكون في ديبريشن وفي شويه منه طالعين منتشرين كبريشر فراكشر بقول ده اللي هو الكوميونيتد فراكشر، وكمان ده داخل اللي هو ممكن كمان يكون قط فراكشر خط يعني، فهو ده كومبايند فراكشر. اصلا الكوميونيتد فراكشر هو كومباينيشن من النوعين بتوع الفراكشر اللي هو البريشر والديبريسد فراكشر. تمام، ده موجود عندي. اول حاجه عندي الاستشير لسه ما شاء الله كلها مفتوحه واضحه، فهو الشخص ده غالبا هيكون تحت 25 سنه، لان انت عارف ان السيتال سوشيال بيقفل من جوه عند 25 ومن بره عند 30، فلسه فاتح والكورونا لسه فاتح. طالما السيتال فاتح اكيد الكورونا هيكون فاتح لانه بيقفل بعده، فالسيتال هيقفل من عند 25 ل 30 سنه لسه مفتوح، فبقى الشخص ده اقل من 25 سنه، واعرف هو قفل من جوه. لما قفلش من جوه بشيل السكال كده وابص في الفورم المجنم على الضوء من بره، لو لقيت الضوء ظهر لي من السجل السوشيال ده انا ببص في الفورم المجنم من تحت، لو الضوء ظهر لي من السوشيال يبقى لسه ما قفلش من جوه، لو لقيته بس واضح من بره والضوء ما ظهرش من جوه يعني قفل من جوه ولسه فاتح من بره، هتقول فوق 25 واقل من 30. تمام، ده بقى عشان انت معاك الاسقال في المعمل وكده، انت ما دخلتوش المعامل هتمتحنه على شرايح، فانت هتقول لكم انت زي ما هو واضح قدامنا هو اقل بقى من 25 سنه، لان مش معاك ان انت تتاكد. تمام، وده ميل كوكيز، تمام، ان الفرونتال سوتشر قدام قفل وهو ميل. تمام، الايمنس واضحه وكوكيز يعني. تمام، دي برضو ليجن واضح قدامي جدا يعني ان عندي عندي قط وونز في سكالب وعندي تحته فيشر فراكشر في السكالب وون، فعندي كومباينيشن سكالب ليجن وعندي فيشر فراكشر في البون. انا مش شايف اي سوشر عشان اقدر احدد الايج اساسا، بس ممكن اقول ان ده السكالب وهقول ان ده ميل، مش شايفين اي سوشر عشان نحدد السكس، عشان نحدد السكس واحنا نقدر نحدد الايج من السوشر. تمام، فمش عارفين نحدد الريس، مفيش فرونتال سوتشر، مش عارفين نحدد الايج عشان احنا مش شايفين السوتشر اللي تحت السكيل. تمام، انت بتقول الحاجه اللي انت شايفها قدام عينك، عشان كده هتقول الكومنت اللي انت عندك قط وتحته قط فراكشر، سواء بقى كاتب لك ميل وكاتب لك ريس من 30 ل 40، انت عارف قلنا ليه كده من نظري، انما انت مش شايف الحاجات دي فطبعا مش هتكون مطلوبه منك، لان الحاجه اللي بتنزل في العمل ومطلوب منها الايج ومطلوب منها السكس بيجيب حاجه ما فيهاش شبهه عشان الطلبه ما تشتكيش وحد يقول لك لا وحد مش يتكلم معاهم خالص يعني. تمام، ده اول ما نبص هنا عندي الانلت وعندي الاكزيت بتاع الفاير ارم انجريز. تمام، ده انا عندي مالتيبل 1 2 3 4 قدام. تمام، فعندي في حاجات انلت واكزيت، لان الانلت بيكون ريجولار انما الاكزيت بيكون ايريجولار، فعندي الانلت والفار ارم انجريز موجود في الفرنتال بون والبرايت اللي طالع منها الاكزيت، ده في ميل عشان البرايت الايمننس مش ليس برومننت، وعندي الفرنت نزل الانجي سموس والسوبرا سيلاري ريدج عندي ليس برومننت. تمام، ثلاثه فوق وثلاثه موجودين تحت في السكال. بص يا شباب، الناحيه في موضوع السكال، لو السكال جات لك كامله عشان تعرف في 6 ميل ولا فين، انت بتحط السكال على التيبل قدامك الترابيزه اللي قدامك او حاجه زي كده وتهزها، لقيتها ثابته في مكانها هتقول ان دي في ميل، لان الفيميل عندها الاكسيبيتال كوندال شورت وبرود، انما الميل بيكون لونج ونارو، فبت ايه تهتز معاك كده وتلاقيها مش ثابته في مكانها، انما لو ثابته في مكانها عشان كده الحريم تقدر تشيل وزن كبير على راسها غير الميل. تمام، ده القول الفصل في موضوع ايه السكال اعرف اعرفها في العمل، انما هتعتمد على الاليفيشن والديبريشن والحاجات دي غالبا ما بتكونش واضحه معاك. تمام، الريس اللي عندي هيكون كوكيزيان، كوكيزيان طبعا عشان الفرونتال سوسايد زي ما قلت لك انا عندي عظمه واحده بس في المتحف هي النجرويد، وهتعرفها دلوقتي واضحه جدا يعني هتقولها ازاي. دي برضو الانلت اوف فاير ارم انجريز. تمام، الكوكيزيان سكال وهو في ميل عشان البرات الامننس لسه برومننت معايا،
ولسه موجود عندي الكورونا ريسيرش شير ما قفلش، فانما الساجيتال قفل، وبالتالي هيكون فوق ال 30 واقل من ال 40. ايش بتاع من 30 ل 40؟ السكس بتاع فيميل، الريس بتاع كوكيزن، الليجن اللي عندي، الان هيت اوف فاير ارم انجريز. دي المعلومات اللي تكون ثابته في دماغك عشان تقدر تحدد وتقول الكومنت كامل على الموضوع. تمام، باقي بقى اللي هو البوسيبل كوز اوف ليجن، كوز اوف ديس، والكوز اوف ليجن، والتايم اوف ديس. الحاجات دي زي ما قلت لك ده زي سكيم ثابت في كل الحاجات. ان لي تو فار ارم انجز، يعني السلاح اللي هو الفاير ارم. تمام، ده حاجات يعني انت عارفها. عندي لارج ليجن بقى موجود هنا، لارج اوفر ديبريسد فراكشر موجود عندي في البريد البون. ديبريسد فراكشر ديت ده الليجن اللي موجود واللي هتقوله اهم حاجه، هو كوزد باي هيفي بلانت انسترومنت. الحاجات دي اتكلمنا عليها في الليجن قبل كده في الحصص اللي فاتت. تمام، التروما بالهيفي بلانت انسترومنت زي ما قلت لك ده هيكون في ميل ليس برومننت برات الامننس، مش واضحه معايا. الايش بتاعه انت عندك هنا ما شاء الله، ده لسه واضح وده لسه واضح، هو اقل من 25 سنه. تمام، الليج بتاعه اقل من 25 سنه، والريس بتاعه هو كوكيز يعني. تمام، الفرونتال بون قدامي مفيش فيها الميتويك او الفرونتال سوتشر. تمام، يبقى احنا ماشيين كده. تمام صح، الشريحة بتاعت مكتوب الكومنت بتاعها عندك غلط. انا اللي موجود عندي ان دي ديبريسد فراكشر موجود عندي في الفرونتال بون ميل، عشان عندي الفرونتال نيزل انجولار، والكورز فيتشر بتاع السوبر سيلر ريدج والنوز كورز فيتشر بتاعت الميل. غالبا برضو ان البون بتاع الميل بيكون الويت بتاعه اكبر، وبيكون السيكنس بتاعه والفيتشر بتاعته كورز. كورز فيتشر المظهر بتاعته غليظ عشان العضلات بتشد على البون، انما الفيميل بيكون العظم بتاعه غالبا بيكون سموث. هو اعتمد على الايج برضو زي ده الكومنت اللي في الكتاب عندك، بس احنا مش شايفين اي حاجه عشان نقدر نحدد الايج. خلينا كورنر سوشيال ما قفلش، اقدر اقول لك ان هو اقل من 40، بس مش شايف انا السيشر اللي هو السيجيتال عشان اقول اقل من 25 سنه. تمام، العينه اللي قدامنا برضه ده الاوكسيبيتال بون فيها تو برفوريشن، اللي غالبا بنسميهم احنا التريفاين اوبريشن. التريفاين اوبريشن ده لما واحد يحصل له مثلا انتراكرينال هيمورج على المنيف او حاجه، وعايز يخف الكومبريشن الضغط جوه عشان ما يحصلش هيرنيشن للبرين ثم المظلة، والراجل ده يموت. فبعمل انا عندي فتحتين اخف منهم السي اس اف واخف منهم الضغط على البرين، بسميها التريفاين اوبريشن او الدي كومبريشن اوبريشن. ماشي، ده هتقول تو برفوريشن موجود عشان دي التريفاين اوبريشن. السجيتال سنشر لسه ما قفلش، فغالبا اقل من 25 سنه. البرايت الامننس ظاهره فهو برومننت، فنقول ان ده ميل. تمام، السكال معايا برضو ان عندي في ديبريسد فراكشر موجود هنا. الديبريسد فراكشر موجود عندي في الفرونتال بون، وعندي السوتشر لسه كلها واضحه قدامك اهو. فالايج هتقول لي ان هو اقل من 25 سنه، هتقول ان الامننس ده واضح واضح واضح، البرايتال واضح واضح، ومفيش عندي توك سوتشر. هتقول كوكيزيان، هتقول لي ميل ميل كوكيزيان اقل من 25 سنه، عنده ديبريست فراكشر في السكال. ده لو المعلومات عنه كده تقريبا خلصنا كل السكال. ندخل بقى في البون الثاني اللي مطلوب منك في كل اللونج بونز اللي في الجسم ثلاث حاجات. اول حاجه تقول لي العظمه دي ايه، تاني حاجه تقول لي رايت ولا ليفت، السايز السايد بتاعها، ثانيا تقول لي الايج. اهم ما فيهم الاسم والايج. تمام، عمر العظمه واسم العظمه دي ايه، دول اهم حاجتين. لو ما كتبتش حاجه فيهم تنقص كتير. انما السايد بتاع بون رايت ولا ليفت ساعات بيعدوها ليكم ومش هيحاسبك عليها لانك انت ما بتمتحنش عندي اناتومي. تمام، ساعات بيعديها بس يعني لازم تعرفها. طب انا هعرف الرايت من الليفت ازاي يا شباب؟ اول حاجه عشان اعرف العظمه دي رايت ولا ليفت لازم اعرف الابر من اللور، اعرف الانتيرور من البوستيرور، اعرف الميديال من اللاترال. تمام، لازم اعرف الميديال من اللاترال، ابر من اللور، الانتيرور من البوستيرور، وبالتالي عرفت الثلاث اتجاهات دول قدرت احدد مكان العظم رايت ولا ليفت. هيبقى عليك يا وحش ان انت عارف لي كل العظم اللي موجود في الجسم، تيبيا والفيبولا
الفيمر، عارف لي الهيومرس، عارف لي الريديوس، عارف لي الالنر. الست عظمات دول ينزل لك اي واحده فيهم باستثناء الفيولا، يعني مش بيحبوا ينزلوها كتير لان هي رخمه اساسا، كانت صعبه عليكم في الاناتومي، فما بيحبش يصعب عليكم الدنيا غير ان الموجود عندنا بس اللي هي الليفت فيولا. تمام. طب لو طبقنا الاحتمالات ديت، عشان احنا هنشرح مره واحده عشان العظم كتير ما ياخدش مننا وقت كتير. تمام. وانت عارف اول حاجه زي ما قلنا الابر اند واللور اند. تمام. الابر اند اللي موجوده عندي انا برضو عايز احفظ لها اسماء العظام. تمام. انا ما اعرفش انتوا حافظين الاسماء ولا لا يا شباب، حافظين اليونيون بتاع الابيفيسز عندي كام سنه ولا ما تعرفوش؟ دلوقتي اقول لك تعرف رايت ليفت ونطلع نعرف ازاي هتعرف البوزيشن بتاع كل عظمه من خلال الايش بتاعها. هبدا بها الريكورد الجاي. تمام. علشان ايه ما ناخدش وقت في الفيديو ده. تمام. فاول حاجه اعرف رايت من ليفت، قلت لك ان دي الابر اند، ده اللور اند بتاع التيبيا، ده الانتيريور تيبوريزيتي. التيبيال تيبوريزيتي بيكون انتيريور، فانا عرفت الابر من اللور وعرفت الانتيريور، فالابر انتيريور. الميديال بقى بشوف المالولس، الميديال مالولس، فدي ميديال، ده الانتيريور وده الابر، فدي الرايت تيبيا. لو حطيتها في الالات من تحت هتلاقي الرايت تيبيا. الرايت تيبيا اللور اند بيحصل لها يونيون في 18 سنه، والابر اند بتاع الابيفيز بيرل مع الشافت عندي 21 سنه، فلسه هتلاقي هنا في خط لسه واضح عندي الابر اند مع اللور اند، فهتقول لي ان ده لسه اقل من 21 سنه، انما اللور اند حصل فيها لحمه، فهتقول لي ان فوق 18 واقل من 21 سنه، فعمر العظمه دي فوق 18 واقل من 21 سنه بالنسبه للميل. طب بالنسبه للفيميل بقى ان ده فوق 16 واقل من 19 سنه، وتركز على المعلومه دي جدا جدا يا شباب. تمام. باقي العظم كله اللي بقينا في المنهج كل العظم هنقوله بالنسبه للفكره دي، بس لازم اشرح لك الاول تعرف اليونيون بتاع الابيفيسز ازاي دلوقتي، زي ما قلت لك هقول لك في الصور اشرح لك الاول بره كانه جزء من النظري، وبعد كده هنكمل البون كله سريعا ونخلصه ان شاء الله، مش هياخد مننا وقت هو والاكس راي. تمام. دي بقى عندي حصل ديبريسد كومينود فراكشر موجود عندي في الاوكسيبيتال بون، لسه ما لحمتش السوشي، فهو اقل من 25 سنه، واضح الايمننس فهو ميل. نفس الفكره عندي برضو ديبريسد كومينود فراكشر موجود عندي في فرونتال بون، الكورونري لسه ما قفلش، والساجيتال لسه ما قفلش، فهو اقل من 25 سنه. قال لك نيجرويد بس مش واضح، انا هجيب لك بعد كده عظم فيها نيجرويد، واضح جدا الميتوبيك سوتشر فيها علشان ما يختلفش عليها حد. تمام. وده اللي بتنزل في الامتحان اللي هو السوتشر اللي واضح فيها، انما بقيه العظم اللي السوتشر مش واضح فيها مش هنزله، لانك انت ما بتعرفش غير من السوتشر يا شباب ان ده البون بتاع النيجروز. تمام. نجيبها لك دلوقتي ونعرفك النيكروز. تمام. عشان برضو احنا قبل ما نخلص موضوع الاسكال ده خالص نخلصه خالص ونرتاح منه. بص بقى معايا ده الايه، ده اللي تنزل بقى في الامتحان، ده نيكروز والسوتشر لسه موجود، يعني السوتشر ده بيقفل عندنا احنا في الكوكيزن عندي 3 سنين، في النيكروز بيقفل عندي 30 سنه، فالشخص ده اقل من 30 سنه يا شباب، اقل من 30 سنه عشان الميتوبك سوتشر لسه مفتوح، وهو اكبر من 12 سنه، اعتمدوا على المولر بوزيشن بتاع السكند بيرمننت مولر تيس، اللي هو المولر ايمننس بتاع السكند مولر بيرمننت تيس بيطلع عندي 12 سنه، فهو فوق 12 سنه واقل من 30 سنه علشان السوتشر ده.